ضابط الشحمه كنشم اي حاجه، كنعرف اي معلومات، شنو كتلبس، فين غادي، علاش جيتي، كل شيء. طبيعة الحال ما كنخدمش بوحدي، معايا الضابط يقظان، تفضل. نقاش، شحال كتلبس في رجليك؟ 42. 42، شحال كتلبس في توني؟ 6. شو شحال ديال الفرق؟ 42 و6. شو شحال ديال الفرق؟ 51. اي سمراء. وي. شكون هو احسن جول في البطولة الوطنية؟ عندي جوج. خالد العسكري زنيتي. نقاش، قول لينا شي طريفة وقعد لك مع شي حكم. حنا ديما كنتفرجوا في التلفزه وما كنعرفوش ديك الهضره اللي كدور بيناتكم. المهم واحد فيكم يشرح لينا، يعطينا شي موقف، ماذا ستقولون مع بعضك؟ قولوا لينا داك الشيء نعرفوا شويه. الله يجازيكم بخير. شكون اللي بدا انا ولا هو؟ اللي بدا مزيان. المهم السؤال موجه لكم بجوج، شي طريفه كتوقع لكم مع الحكم؟ راك تدوي مع المخزن سي محمد. يقدان يقدان، ما نبغيش نخدم العنف سي النقاش. واخا نعم سيدي، واخا يقدان خليه. بالنسبه ليا يعني الحكم متى تكون يعني تسيف لي في شي كفره، يعني تنهضر معاه تنقول لي راه ماشي كفره، يعني راه غير صفرتيها هكاك، يعني كره تريكيبيريها زائد انك تجي وتتعذب فيها وفي الاخر تجي تتصفر، يعني راه ما يمكنش تعطيهم. هذا هي الكلام اللي تنقول. شكرا. الراقي، طرات لي اخر مره في مباراه اتحاد طنجه، لان كانت ضربه جزاء. تكلمت مع الحكم، قلت لي غتشوف الاعاده، اذا كانت ضربه جزاء نخلص لك الحق، واذا ما كانتش ضربه جزاء غتخلص الحق. هي تعرض عليا وانا نعرض عليك العشاء. مرحبا. ندوز. قول لي سي الراقي، زعما شي بيضه اللي ما تنساهاش انت بيضتي شي واحد؟ لا انا بيت شي واحد. هو بيت شي واحد. خضروف وبالرحمه. اذا سيداتي وسادتي، غندوزوا الان في الحسم الحكم على هذا. باقي عندي واحد السؤال. باقي عندك سؤال حيت بغيت نحسم معاهم. سي با غاف، قول سيدي. خويا الراقي. وي. واش ما بقاش فيك الحال مني ما عيطوش لك المنتخب الوطني؟ لا ما بقاش فيا الحال. حنا بقى فينا الحال. انا بقى فيا الحال. بالفعل هادو جوج لعابه في المستوى ديال المنتخب الوطني. كون نقاش المنتخب الوطني. غندوزو الان المحاكمة. محاكمة. غادي ندخلوا لكم واحد الكره وما غاديش تطيحوها بجوجكم. رفعت الجلسه. السلام عليكم.